ان شاء الله. طب قبل ما اخدك تاني في حته التحليل والتصريحات، لان كان في تصريحات على السوشيال ميديا، لكن طالما انت ذكرت الحقيقه اسم شيكابالا، لازم اسالك عن رايك في اداء شيكابالا. بسم الله ما شاء الله لحد دلوقتي، فكره ان هو حتى مع العمر شيكابالا دلوقتي داخل في 36 سنه، بسم الله ما شاء الله، لكن لسه لا القياده لا، ليه شكل شيكابالا مختلف. شيكابالا، لا انا في الكارير بتاعي بالنسبه لي، يعني هذا مجرد رايي انا كفيرود كمهاجم صريح، انا كان طول عمري اتمنى انه شيكابالا يلعب معايا طول حياتي، لان لما تملك لاعب مثل شيكابالا رقم 10 ويلعب على اليمين ويلعب على اليسار، اظن ان شيكابالا ما كانش محظوظ، لانه لو كان محظوظ لو كانت عنده كارير 100 مرة أحسن من الكارير اللي عمله.